السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من درس عقيدة الولاء والبراء. أعزائي، تعالوا بنا نتعرف أهداف درسنا. إذ يتوقع من الطالب في نهاية هذه الحصة أن يذكر مظاهر عناية الإسلام برابطة الدين، وأن يعدد صور تكريم الله تعالى للإنسان، وأن يوضح منهج الإسلام في التعايش مع الآخرين. وفي هذه التهيئة نذكركم بما درسناه في الدرس السابق. اذكر أهم خصائص المجتمع المسلم. قلنا أن أهم خصائص المجتمع المسلم أنه يقوم على عقيدة الولاء والبراء، فالولاء يكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبراء ممن حارب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ممن اتبع غير سبيل المؤمنين. هدفنا الأول في هذا الدرس هو أن يذكر الطالب مظاهر عناية الإسلام برابطة الدين. عزيزي الطالب، أريد منك أن تتأمل هذا الحديث جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. وجه الاستدلال بهذا الحديث. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ أحسنت، أن الإسلام جعل المحافظة على رابطة الدين خيرا من نوافل العبادات. فالصيام في الحديث يراد به صيام التطوع، وكذلك الصلاة، وكذلك الصدقة. إصلاح ذات البين هو سبب الحفاظ على رابطة الدين. بارك الله فيكم. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث ما وجه الاستدلال به؟ أحسنت، أن الإسلام نهى عن كل سلوك يعكر صفو رابطة الدين بين المؤمنين. وتأمل هذا الحديث أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. ما وجه الاستدلال به؟ أحسنت، أن الإسلام جعل المحبة في الله تعالى من أوثق عرى الإيمان. ومن هنا أعزائي، فإن مظاهر عناية الإسلام برابطة الدين تتلخص في الآتي: أن الإسلام جعلها أفضل من نوافل العبادات، وكذلك نهى عن كل سلوك يعكر صفو العلاقة بين المؤمنين، وكذلك أيضا عد المحبة في ظلالها من أوثق عرى الإيمان. ونختم هذا الهدف بهذا السؤال: من مظاهر عناية الإسلام برابطة الدين أنه نهى عن كل ما يعكر صفوها بين المؤمنين. الحديث الذي يدل على هذا المعنى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. أم أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله؟ أم قوله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا؟ أم
قوله: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. أحسنتم، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. بارك الله فيكم. أما الهدف الثاني في هذا الدرس فهو أن يعدد الطالب صور تكريم الله تعالى للإنسان. لا شك أن الإنسان في نظر الإسلام عنصر مكرم، فهو موضع تقدير وتكريم دون النظر إلى دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه، لأن الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وصور تكريم الله تعالى للإنسان كثيرة، منها على سبيل المثال أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكذلك نفخ الله عز وجل في الإنسان من روحه وأسجد له ملائكته، قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا الأمر خاطب الله عز وجل به ملائكته. وكذلك من صور تكريم الله تعالى للإنسان أنه سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. عزيزي الطالب، إذا كان الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه عنصر مكرم وأن الله عز وجل خلقه في أحسن صورة ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في سماواته وأرضه، أريد منك عزيزي الطالب أن تجيب على هذا السؤال. السؤال في صفحة الكتاب رقم 115. السؤال يقول: وجه النصوص الشرعية الآتية. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما توجيه هذه الآية؟ أحسنت، أن الله عز وجل خلق الإنسان في أجمل صورة. إجابة موفقة. أريد منك أن تجيب على هذا السؤال أيضا. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ما توجيه هذا النص القرآني؟ أحسنت، أن الله عز وجل نفخ في الإنسان من روحه وأمر الملائكة بالسجود له. إجابة موفقة. بارك الله فيكم. وهدفنا الثالث في هذا الدرس هو أن يوضح الطالب منهج الإسلام في التعايش مع الآخرين. ولا بد أن يعرف أبناؤنا الطلاب أن رسالة الإسلام تقوم على عدة عوامل، هي العدل ونصرة المظلوم والترابط والتواصل بين جميع البشر. فرسالة الإسلام تحمل الخير لكل البشر، تحمل روح التعايش السلمي. والدليل على ذلك أبنائي فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع صحيفة المدينة، هذه الصحيفة التي تعتبر ميثاق حقوق الإنسان للتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، والتي ضمنت لأهل المدينة من اليهود وغير اليهود، العرب غير المسلمين والمسلمين، ضمنت لهم حرية الاعتقاد وحرية العبادة. كذلك كانت زيارات النبي صلى الله عليه وسلم
لمرضى غير المسلمين ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام بأدب دون إجبار أو إكراه دليل على أن رسالة الإسلام رسالة تحمل روح التعايش. ومن المواقف أيضا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل المسلمين مع غيرهم بالبيع والشراء. وتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، أليس هذا تعايشا سلميا؟ أم هذا بث لروح الإرهاب؟ يتهمون الإسلام الآن بالإرهاب يا شباب. لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، فهل هذا يعد إرهابا؟ سبحان الله. إذن رسالة الإسلام رسالة عامة لكل البشر تحمل روح التعايش السلمي، وتظهر روح التعايش السلمي في منهج الإسلام مع غير المسلمين، حيث يتعايش سلميا مع المعاهدين الذين بينك وبينهم معاهدة على إنهاء الحروب، فلو آذيته تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. يعني يحرم من يظلم المعاهد جنة الله عز وجل. وتظهر أيضا روح التعايش السلمي مع المستأمنين، وهم رعايا الدول غير المسلمة كالسفراء الذين يدخلون بلادنا والدبلوماسيين وغير ذلك. والله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما المحاربين، من يحارب المسلمين، أما هؤلاء الذين يعادون الإسلام والمسلمين فلا بد من حربهم، هؤلاء يعلنون الحرب فلا بد من حربهم. لماذا نحاربهم؟ نحاربهم حتى يكفوا أذاهم وعداءهم عن المسلمين. ونغلق هذا الهدف بهذا السؤال: على ما تقوم رسالة الإسلام؟ أحسن، تقوم على العدل وعلى نصرة المظلوم وعلى التواصل بين البشر جميعا. بارك الله فيكم. وصلنا إلى الغلق الختامي، نغلق بسؤالين. السؤال الأول: يطلق على رعايا الدول غير الإسلامية الذين دخلوا بلادنا لمهمة مشروعة اسم الذميون أم المعاهدون أم المحاربون أم المستأمنون؟ أحسنت، المستأمنون. بارك الله فيكم. والسؤال الثاني: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخطأ. اهتم الإسلام برابطة الدين حيث جعلها أفضل من نوافل العبادات، صح أم خطأ؟ صح، إجابة موفقة. جاءت رسالة الإسلام للناس كافة تدعو إلى عدم التعايش مع المعاهدين، صح أم خطأ؟ خطأ، إجابة موفقة. الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه مكرم دون النظر إلى لونه وجنسه ودينه، صح أم خطأ؟ ما شاء الله، صح، إجابة موفقة. وفي الختام أشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.